مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا الآن على جد مقربة محكمة استئناف الدار البيضاء في ملف تبعو عدد كبير من المغاربة وتفاعلوا معاه بشكل كبير. ملف ديال بناني الملف ديالو بين مد وجزر. غادي نشوفوا القصة من الأول. غادي نبدا معاك أنت الأول إعلامي وحقوقي وتبعتي هذا الملف بدقة. أعطيني اللي تنور الرأي العام أكثر في الموضوع بالنسبة للناس اللي مجموعة من المعلومات بغي يعرفوا على الملف، كيفاش بدات القصة ديال بناني؟ طيب، ملف تهامي بناني المختفي في ظروف غامضة منذ سنة 2007. بدأت الحكاية في 2007 بطبيعة الحال كما يعرف الجميع. ملف تهامي بناني الذي سجل في البداية على أنه مختفي بدون أي سبب، بدون أن تعرف أسرته أي يعني المصير ديال الابن ديالها، هل هو مختطف، هل هو مقتول، هل هو لا زال مختفيا. وبالتالي فسجلت الحادثة في البداية على أنها اختفاء. تم البحث عن المتغيب. المسألة بدأت لدى النيابة العامة آنذاك سنة 2007 بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية. الملف بدأ يأخذ أبعادا أخرى عندما تلقت أم تهامي بناني مجموعة من المعلومات ومجموعة من المعطيات، كل مرة تتوصل بمعلومة من جهة معينة، مرة من عند الزملاء اللي كانوا معاه، مرة من عند بعض الأشخاص الذين يظهرون فجأة وهي يعني في الأماكن العامة كيزودوها بمعلومات. وبالتالي بدأت الأم حتى هي بقدرتها يعني البسيطة بدأت كتبحث حتى هي من جهتها، تسول هنا تسول في المدرسة، كتلقط كيف كنقولوا المعطيات بخصوص ما قد يكون وقع يوم اختفى تهامي بناني. وبالتالي الأم أم حياة تهامي أم تهامي بناني المسمى حياة بدأت كتجمع في المعطيات، مرة من عند الزميلة اللي كانت معاه يقال أنها كان عيد ميلاد إلى آخره، وبدأت كتحبك واحد القصة، واحد الصورة. هذه الصورة هذه إلى حدود اليوم هل هي معطيات حقيقية أم لا؟ بقي ما يعني حتى شي حاجة ما مؤكد. اليوم في الجلسة ديال اليوم التي أجلت إلى يوم 30 مارس المقبل بحضور الأستاذة زينب الخياري التي تنوب عن 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 أم تهامي بناني ولا المستشارة القانونية ليلى والأم ديالو، الملف بدأ يأخذ أبعادا أخرى خصوصا بعد دخول المجلس الجهوي للمجتمع المدني على الخط، بعد قدرة من هو مكلف بالملف الأستاذة ليلى والأستاذة زينب الخياري في جعل الملف ملف عنده أبعاد دولية. سأعود بك بعجالة إلى أن الأصل في هذا الملف هو عدم بالنسبة لنا أن عدم القيام بالأبحاث والتحقيقات الضرورية سنة 2007 هو اللي خلت الملف تل 2021 يتفجر بهذه الطريقة. لو أن العمل اللي كان خاصه يدار اللي كتنادي به الآن اللي كينادي به الآن المجتمع المدني الرأي العام اللي هو الرجوع إلى التموضع الجغرافي للهواتف، اللي هو الرجوع إلى إجراء خبرة تقنية للهواتف من أجل نشوف التموضع الجغرافي ديالها وشكون حضر في هذيك الليلة وفين كانوا وفين مشاو. هذه المطالب الآن التي أصبحت يطالب بها الرأي العام والمجتمع المدني هذه أمور من البديهيات كان خاص تقوم بها السلطات سنة 2007 لو أنها قامت بها لوصلت إلى الحقيقة. وبالتالي عدم القيام بها سنة 2007 سنسميه تقصيرا في إجراء التحقيق في هذه النازلة اللي هي نازلة تهامي بناني. اليوم تهامي بناني ماشي ديال عائلته بوحدها، ديال المجتمع المغربي، ديال المجتمع المدني. سي يوسف، شكرا لك. مشاهدينا الكرام اللي تنوي الرأي العام، غادي نبدا على الملف مع الأخ اللي هو متتبع الملف بدقة. غادي نشوفوا مع المستشارة القانونية مسطرة كيفاش مشات نوعية الملاحظات اللي عندها في الموضوع. أهلا وسهلا أختي ليلى، لكن ممكن كيفاش شفتي الإطار القانوني ديال هذا الملف؟
السلام عليكم، شكرا لكم على الحضور. مؤزرة السيدة حياة العالمي وفي ملف ابنها تهامي بناني، التأطير القانوني ديال هذا الملف هو ابتداء من الدراسة، لأن هذا الملف توضع أمام المكتب ديالي وأنا باشرت الدراسة ديالو. مني باشرت الدراسة ديالو باشرتها بواحد الجدية وواحد العمل، لأن عندي واحد تجربة في هذا النوع ديال القضايا، وبالتالي شفت مع مدام حياة بأنه هذا الملف ما يمكنلوش يمشي في هذا التوجه اللي غادي فيه دابا، لانه ما كانتش عندها الصفه باش انها تاخذ الحق ديالها او باش تستمع لها المحكمه، لان هي كانت مشتكيه وحنا كنعرفوا بان الا كنتي مشتكي بعد التعديل ديال القانون ديال القاصرين مثلا في الملف ديال القاصرين ان المساله كتبقى ما بين القاصر وبين وكيل الملك، انه ما كتحركش الدعوه العموميه بالنسبه للمطالب بالحق المدني، وبالتالي هي ما كانتش مخبوره اصلا بالملف، وتم فصل الملف ديال القاصر عن الملف ديال الرشداء. بطبيعه الحال هذا مسطره صحيحه، لان الرشداء كيتحكموا في بلاصه والقاصرين بلاصه واحده اخرى، لكن اللي كيوقع واللي مازال خصنا عاد غنطعنوا فيه هي انه ايقاف البث بالنسبه للملف ديال القاصرين الى ان يتم يعني البث في الملف الرشداء، وهذا هو الملتمس ديالنا اللي غادي نديروه، اللي كنا غادي نديروه اليوم وقعت لنا هذه العرقله عمدا باش ما نديروهش. فبالتالي حنايا اليوم حضرنا جلسه ديال اليوم اللي غتاجلات ل 30/3. شنو اللي وقع فيها؟ هي اننا يوم الجمعه الماضيه وضعنا واحد الملتمسات للهيئه، وجبنا لها اولا ترجمه ديال الخبره اللي دارت من اللغه العربيه الفرنسية، لأن باحترام الفصل 206 من قانون المستهلك باش تقبل لينا. ثانيا حطينا الملتمس ديال إعادة تكييف القضية من القتل إلى الاختفاء، وحطينا الطلبات ديالنا يعني قرارات ديال المجلس ديال النقد، وبينا توجه ديالنا للمحكمة الموقرة بالطلبات ديالنا، وحطيناها فخص ضروري للطرف الآخر يطلع على المذكرات اللي حطينا والملتمسات. كاين أيضا أننا درنا تدخل إرادي ديال الإخوان ديال تهامي بناني كمطالبين بالحق المدني، وحطينا خلصنا القسط الجزافي على المطالب المدنيه، وفي نفس الوقت بالنسبه للمحكمه الابتدائيه حطينا لها وثائق من المحكمه ديال القاصرين، علاش؟ لان كاين هناك علاقه ما بين الملفين باش القاضيين معا يكونوا على علم بكل ما يجرى في الملف ديال القاصرين وديال الرشداء. اجي تناقشي معايا اللي تنوي الراي العام في الموضوع، هذا الملف شكون اللي فيه؟ معتقلين؟ شنو علاقة الرشداء ملف ديال القاصرين؟ الناس اللي كيسولوا على هذا الملف بغوا يعرفوا شكون اللي معتقل شكون اللي ماشي معتقل، وكذلك المسطرة شنو هي بعض الملاحظات اللي عندك فيها؟ تفضل. شكرا. هذا الملف هذا معتقلين فيه جوج ديال الاطراف، رغم انه يوم الحادث والواقعه الحقيقيه الصحيحه اللي كاينه اللي هي نقل القاصر تهامي بناني من امام منزله بسياره ذات محرك الي واللي كيعاقب عليها القانون دون ارجاعه الى اهله، هذه هي الواقعه الحقيقيه اللي كاينه. اذا كانوا اربعه الاشخاص، واحد في كندا ما جاش، واحد قالوا بانه كان قاصر وفعلا هو كان قاصر، وجوج اللي كانوا هما رشداء بالاضافه الى تهامي بناني اللي هو ايضا قاصر. اللي كيوقع هي انه هذوك القاصرين هذوك الاطراف حنايا كنقولوا بان ماشي هما بوحدهم اللي كاينين في هذا الملف هذا، لان هما اللي معتقلين جوج اللي معتقلين، باقي المطلوب غيكون ديال كندا ان شاء الله. مده الاعتقال ديالهم شحال؟ لا دابا فاتت عامين ونص، فاتت على ما اظن. نعم. كاين شي خطوات ايجابيه اللي تبين الحقيقه في الموضوع؟ من التصريحات ديالهم، من كلامهم، عندهم صيلة ما عندهم صيلة، بعض الملاحظات اللي عندك في الملف؟ هما متكتمين، هما اصلا كانوا تناقضوا في الاقوال ديالهم من الاول في عده محاضر، من 2000 من 2007 2011 2013 15 هادشي بزاف، كل مره كيقولوا حاجه. هما في المحاضر ديالهم حاولوا يوجهوا الملف على اساس ان تهامي بناني هو الخاطئ، تهامي بناني هو الذي تناول المخدرات، هو الذي كان يقود السياره، هو الذي اقتنى المخدرات من مروج المخدرات، المهم اختراع ديال هذه القصه ديال المخدرات اللي تشبتوا بها بزاف ديال الناس، ومنهم هذه الحقوقيه اللي كانت اليوم على اساس انها المخدرات. حنا ما كناش بالمخدرات لان ما عندناش تحليل ديال الدم وتحليل ديال الشعر، اي تحليل، وهم مشاو خفاو لنا جميع الوسائل الجنائيه اللي كتسمى الادوات الجنائيه، خفاوها لنا باش ما يكونش عندنا واحد الدليل اللي غيعاكس الهضره ديالهم. حنا اللي تنقولوا بان حنا المركز ديالنا اقوى، علاش؟ لان حنا اللي عندنا الاثبات انه خداوه من حدا الدار هو حي، فانتم ملي كتقولوا الوفاه تجيبوا لنا دليل، جيبوا لنا جثه، جيبوا لنا، حيت لا يعقل ان جميع الوسائل تختفى هكاكي.
صدفه، هادشي ماشي صدفه، لان الا قلتي واحد ميت راه ما يمكنش الحوايج ديالو ما تكونش عند النيابه العامه في المحجوزات، ما يمكنش السيارات داتو ما تكونش في المحجوزات، ما يمكنش المفاتيح، ما يمكنش هو، ما يمكنش الشعر، ما يمكنش. اذا شنو كدير؟ اذا كتقول لينا حنايا بغينا نخلقوا واحد النوع جديد ديال القضايا اللي غيبداو يمشيو عليها غير رهوب الناس، راه ما يمكنش، حنا ما غنسمحوش بهذه الظاهره هذه نهائيا. لان الا بديتي واحد كيتختفى ومن بعد تقول لنا ايوا راه حرقوه وتلاح في البحر، معني حتى ديك لابودغ اللي غيمكن لك تخرج منها الجين حتى هي الاحتفال لابودغ، شنو هذا الشيء؟ راه ما كاينش هذا الشيء. هذا الشيء حنايا فندناه وعيطنا اخصائيين من دول في العالم، مغاربه من دول في العالم، ووضحوا لنا شنو هي كل مساله مساله، وضحوا لنا شنو هي الخبره الجينيه، شنو هو التشريح الطبي، شنو هو الادله العلميه. ما ديري تحيه منهم من هذا المنبر، تحيه لهم بزاف، وشرحنا لهم بانه لا يمكن ان الحرق في العجلات. واش حنايا في السيبه؟ راه حنا عندنا المياه والغابات اكبر اداره اللي كاينه في المغرب، هذيك راه كيكونوا مسلحين، مجرد انك تاخذ واحد الجزء من الشجره كيقفوا لك ويديروا لك مخالفه، فاذا به الحرق. فين هو المقدم؟ فين هما هاد الناس ديال السلطه اللي ما كيشوفوش؟ راه لا يعقل اننا نهينوا السلطات والاجهزه ديالنا بهالطريقه هذه. بقى عندي سؤال اخير. نعم. هو عنده علاقه بالاطار القانوني. نعم. الام كانت وصلت للمقبره. نعم. وخرجت هذيك الجثة وتحالت. نعم. على رجال الدرك وتبتات بلا أنثى. نعم. كيفاش شفتوا هذا الملف؟ وكيفاش شفتوا هذه المسطرة القانونية في هذا الإطار؟ وشنو هي الخطوات اللي غادي تتبعوا مادام أنه تبت ماشي أنه بنية؟ نعم، نعم. هذه الخطوة اللي هضرتي عليها هذيك كانت بحكم قضائي تمهيدي، صدروا السيد الرئيس المشكور ديال الهيئة تنفذ، لأنه كان خص السيدة حياة العالمي تمشي باش تحضر باش تراقب مدى صحة هذه الواقعة. جات السلطات تم في ظروف جيدة، تحية للسلطات من هذا المنبر، ولكن هي ما كانش تم الاستدعاء ديالها بالطريقة القانونية، ومع ذلك انها حضرات، لان حنا نعرفوا بان التبليغ الزامي من طرف الخبراء، وهو هذوك الخبراء خرجتهم المحكمه، ماشي خبراء ديال العاديين، لانهم عطات بحكم قضائي. اذا داروا الخبره ديالهم واكتشفوا بانها انثى. حنايا ملي اكتشفوا بانها انثى كتبقى لنا الحق اننا نديروا المستنتجات بعد الخبره، حررنا المستنتجات ديالنا بعد الخبره ووضعناها، وبحال اللي قلت لك ترجمنا الخبره ديالهم اللي باقي كيديروها بالفرنسيه للاسف. باقي الخبرات كيداروا بالفرنسيه مع الاسف. علاش كنقول الاسف؟ لان الترجمان بعض المرات كاين واحد الكلمه التقنيه اللي ما كيعرفش ليها، بحال دابا اللحم كيقول لك اللحم مجرتم، ما خصوش يقول بحال هكايا، واش فهمتيني؟ كاين. نعم. بقى عندي سؤال اخير. نعم. يكون مختصر باش نشوف. نعم. مع الحقوقي. نعم. الاطار القانوني الحالي. نعم. تفاعل ديال المسؤولين وكذلك الاهتمام القوي ديال المغاربه بهذا الملف، كيفاش كتشوفي؟ نعم. الامور المسطرة كيفاش غادي دابا؟ لحد الان المسطرة غاديه مزيان، لاننا حنايا حارصين باش نصوبوا الملف ديالنا كما هو. ولو ان بحال دابا المتابعه كانت من اجل القتل العمد ضد مجهول، اولا من اجل القتل العمد واعتقال بعض الشباب، حنايا ما اقتنعناش بهذيك الفكره لان ما كاين حتى شي دليل، ودرنا طلبات ديالنا باعاده تكييف القضيه من القتل الى الاختفاء، وضعناها امام المحكمه، وهذا حق ديالنا، لان الفصل 432 قانون المسطرة الجنائيه كيعطيه لنا. ودابا غادي نديروا ايقاف البث في المسطرة ديال القاصر الى حين يعني انهم ياخذوا بعين الاعتبار اعاده التكييف طبقا للفصل 461 من قانون المسطره الجنائيه، اللي كتقول لك فصل الملفات الرشداء عن القاصره، ولا يمكن البت الا بعد بت في ملف الرشداء. استاذ دليلة شكرا لك. استاذ سفيان شكرا لك. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، بقى معايا الحقوقي اللي تا هو له معلومات في الملف ومتابع هذا الملف ديال البناني بدقه. كيفاش شفتي هذا الملف؟ سي يوسف تحياتي اولا، تحيات الجمهور ديال المغاربه نيوز. هذا الملف هذا اول حاجه المساله ديال نتكلموا المساله الزمنيه من 2007 ل 2022، ومازلنا نتكلموا عن ملفين تغيب فيه مجموعه من الامور، مجموعه من الاركان الجرميه كما تسمى، او القرائن تاع الجريمه. هذا الملف انا غنشوفه من الجانب الحقوقي ومن الجانب الاجتماعي اكثر ما غنشوفه من الجانب القانوني. لماذا؟ لان الجانب الاجتماعي او المجتمعي، المغاربه كلهم عندهم تاميات بنانيات في ديورهم، كلهم عندهم وليداتهم، كلهم ممكن اولادهم الى هذا ممكن يلقاو نفس المصير ديال التامي البناني، ويبقاو 15 عام 16 عام 20 عام وكيقلبوا على المصير ديال اولادهم، وباغيين عشيره يثوروها. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان النيابه العامه نريدها دائما ان تكون الى جانب مطلب العموم ومطلب المواطنين اللي كيقفوا امامها. علاش مطلب العموم؟ ملي الاساتذه المحترمين تقدموا بملتمات ديال اجراء خبره تقنيه
على الهواتف المحموله سنه 2007 وتم التمركز ديالها والتنقل ديالها وشكون اللي تكلم وهذا، كان يجب ان تستجيب للمطلب لانه المطلب العموم هو ده الدور ديال النيابه العامه تنوب عنا، فكان ما كانش على ترفض. هذا الرفض ديالها دخل عند راي عام والمجتمع المدني والحقوقيين والتدفاع الشك، لماذا النيابه العامه التي تمثلنا ترفضوا هذا المتماثل الدفاع؟ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان اليوم ما بقيناش كنتكلموا على تهامي بناني ولا ابن العالم، ما بقاش ابن المغاربه فقط، علاش؟ جميع القنوات الدوليه صدمنات مع هذا الملف وتكلمت عليه في العربيه الاسبانيه الامريكيه، كل شيء تكلم على الملف ديال تهامي بناني. اذا اصبحنا امام واحد الملف يتعلق ماشي فقط على الراي العام الوطني ولكن تتبعوا الراي العام الدولي، غيتبع معنا التفاصيل منذ بدايه ملف سنه 2007 الاخطاء التي ارتكبت انذاك، ثم تتبع معنا الملف الى حد اليوم. فاحنا واجبنا اننا نخرجوا اولا ننوروا الراي العام، ثانيا اننا نطالبوا كمجتمع مدني وحقوقيين باش هذا الملف بركه نسرعوا نحيدوا سميتو هذا اللبس اللي كاين في هذا الملف. الا كانت الخبره التقنيه ستلبي الطلب نديروا الخبره التقنيه، وعندنا ما يكفي من الاختبارات التقنيه ما شاء الله اللي ممكن دير هذه المهمه هذه. الا كانت لقيتوا الجثه عطيو للسيده الجثه، المساله اذا كانت متعلقه بجريمة قتل قولوها، الا كانت متعلقه باختفاء قولوها، الا كان حرقوا وذوبناه في شي اسيد وحناه ما يهم هو تبين الحقيقه اكثر في الموضوع، هذا هو المهم. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا ملف قضية تهامي بناني، ملف اكتسح المغرب وصل العالمية بشكل كبير. حاليا كما قالت الأستاذة اللي هي تناقش معنا الموضوع في الشق القانوني المسطرة، غدا بتتبع نحن على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، الشق الإنساني قوي في هذا الملف، هذه الأم تعاني بين مد وجزر تبحث عن مصير الابن ديالها. في إحدى تصريحات أو إذا صح التعبير الفيديو اللي وضعت معها شافت الجثة، والإحساس ديال الأم نسبة كبيرة تيكون صحيح، قالت لي ماشي ولدي، وهذا هو اللي خرجت به الخبرة ديال الدرك الملكي في الموضوع. لازلنا على تتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.